مميزات ارض الضبعه؟ يعني دايما كنا نسمع لا بلاش الضبعه، لا نرجع للضبعه، يعني ايه المميزات بقى اللي احنا وجدناها في الضبعه عشان نعمل عليها المحطه؟ يمكن احنا عشان نختار الموقع انشاء المحطه النوويه بيتم دراسه العديد واجراء العديد من الدراسات، يمكن بندرس تحت الارض هل في مياه جوفيه، هل في فوالق، بندرس هل هناك زلازل، هل هناك براكين، مدى قرب الارض من مياه لامكانيه عمليه التبريد، يعني وجود على مسطح مائي، ايضا بندرس التضاريس الخاصه بالتربه، يعني بندرس فوق الارض، بندرس الانشطه السكانيه والانشطه الصناعيه المحيطه. يمكن احنا درسنا اكثر من 18 موقع ووجدنا ان موقع المحطه النوويه بالضبعه كان هو الافضل لانشاء المحطه النوويه. فالحقيقه عشان اقدر اختار موقع واقول انه مناسب لانشاء المحطه النوويه ده بيتطلب الكثير من الدراسات الجيولوجيه والدراسات الطبوغرافيه ودراسات كثيره جدا جدا للتاكد من صلاحيه الموقع فعلا للاستخدام وانشاء محطه نوويه. الى اي مدى المكان مؤمن ضد التغيرات المناخيه؟ يعني طبعا العالم كله بيعاني الان من التغيرات المناخيه، ولكن تم الاخذ التغيرات المناخيه وارتفاعات درجه الحراره المتوقعه خلال ال 80 سنه وال 100 سنه القادمه في التصميم المفاعل. يعني ارتفاع درجه حراره البحار وارتفاع درجه حراره مياه المحيطات تم الاخذ في الاعتبار ومدى تاثيرها على الطاقه المولده والكهربيه المولده من محطه الضبعه النوويه. فالحقيقه احنا تم مراعاه جميع التغيرات المناخيه التي يمكن توقعها وتم مراعاه هذا في عمليه التصميم. كان انا بتكلم على تسونامي 14 متر، بتكلم على عجله زلزاليه 3.1 من عجله الجاذبيه الارضيه، يعني بنتكلم على حوالي 9 ريختر، بتكلم على موجات انفجاريه بتصل ل 30 كيلو باسكال ثانيه. فاحنا بنتكلم هنا على الحقيقه معاملات وظواهر تم دراستها وتم الاخذ بيها في عمليه التصميم، بحيث ان احنا نضمن ان المفاعل يؤدي الغرض الخاص به بتوليد الكهرباء ودون تاثر مع ارتفاع درجات الحراره ومع ظواهر الظواهر كلها المختلفه من اعاصير من زلازل، يعني كل هذا اخذ في الاعتبار اثناء عمليه التصميم. هل التواجد بجانب البحر هل له علاقه بالتبريد؟ هل المكان يعني كان مقصود ان هو يتواجد على منطقه طبعا السفن؟ طبعا دايما المحطات النوويه بتتواجد على مسطحات مائيه لعمليه التبريد، فكان التواجد على البحر لتوفير المياه الخاصه بالتبريد للمفاعل. طب التخلص من النفايات يا فندم يتم ازاي؟ والله احنا دايما الموضوع ده من الموضوعات اللي يمكن دايما بنسال عنها، والحقيقه موضوع هام جدا وانا بشكر حضرتك عليه. احنا دايما بنتكلم على دايما كلمه نفايه بتوحي بانه شيء يجب التخلص منه. لما بنيجي نتكلم على الوقود المستنفد او المقود المحترق، ده هذا الوقود ليس النفايه يجب التخلص منه، وانما بيتم حفظه لمده 60 سنه يمكن مدها ل 80 سنه، انه بيحتوي على مواد سمينه جدا، يعني يمكن استخدام اليورانيوم مره اخرى وعمليه تدويره، وبالتالي احنا بنعتبر ان هو مش نفايه يجب التخلص منها وانما يجب حفظه. وعندنا في وسائل للحفظ هذا الوقود المستنفد، عندنا في كاسك او اوعيه، هذه الاوعيه مصممه من ومصنعه من الخرسانه ومن الحديد، ويمكن احتفاظ بالوقود المستنفد لمدة 60 سنة، يمكن مدها أيضا ل 80 سنة. هيكون حصل تقدم تكنولوجي كبير جدا جدا في ذلك التوقيت، بحيث أن احنا يمكن الاستفادة من الوقود المستنفد وإعادة تدوير اليورانيوم، أو يمكن اللجوء إلى الحلول القائمة حاليا، يعني يمكن دفنه على في مدافن على أعماق كبيرة وصحيقة، ودي التكنولوجيات المتاحة حاليا. فهي لم يتسبب الوقود النووي المستنفد أبدا في أي مشاكل لأي دولة من دول العالم التي تعتمد على الوقود النووي. يعني دي تم دراستها جنبا الى جنب مع بناء المفاعل؟ طبعا اكيد، وهناك استراتيجيه للتعامل مع الوقود المستنفد. هذه الاستراتيجيه اعتمدت من المجلس الاعلى للاستخدامات السلميه برئاسه فخامه السيد الرئيس في عام 2017، وهذه الاستراتيجيه حريصه على الا تحمل الاجيال القادمه اي مشاكل وعلى ان تحافظ على البيئه حفاظا كاملا. كم ايد عامله مصريه بتشتغل داخل المحطة يعني وفي المستقبل كمان؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان في الوقت الحالي في عدد عمالة يصل الى 16,000، نصفهم على الاقل من المصريين. يعني بنتكلم على نصفهم على الاقل من المصريين. في المستقبل ان شاء الله كل واحدة بتطلب في حدود 1000 عامل او 1000 من الايدي العاملة، وبالتالي احنا بنتكلم على حوالي 4000، ولكن كل فرد وكل يعني فرصة عمل مباشرة بيقابلها حتى 10 فرص عمل غير مباشرة.